عشان تشتري موبايل في الفئة الرخيصة ويكون بمواصفات معقولة من شركة كبيرة، دي معادلة صعبة. تفتكروا الواي فاي في 2017 من واوي هيقدر يحقق المعادلة دي؟ ده اللي هنشوفه من خلال مراجعة اونتك لواوي واي فاي في 2017. من ورا عندنا الكاميرا الخلفية مع فلاش ومايك ثانوي لعزل الضوضاء، ومن قدام كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل وسماعة المكالمات ولمبة إشعارات وفلاش LED. تحتهم شاشة بحجم 5 إنش بدقة HD، وعلى اليمين عندنا زرارين رفع وخفض الصوت وزرار الباور، وعلى الشمال أفضل حاجة موجودة في الموبايل وهو السمارت كي اللي هنتكلم عنه بالتفصيل. من تحت السماعة الخارجية ومنفذ شحن USB 2.0، والمايك الأساسي اللي عامل نفسه سماعة بس هو مايك، ومن فوق فتحة 3.5 للسماعات الخارجية. التصميم ما فيهوش اي حاجه ملفته، وده المتوقع في الفئه السعريه دي. طبعا مسكه الموبايل سهله بسبب حجم الشاشه الصغير. الموبايل مصنوع من البلاستيك مع نقط داخله لجوه كده بتديك احساس لطيف وانت ماسك الموبايل. الظهر قابل للازاله، وطالما الظهر بيتفتح يبقى تسيبونا بقى نغير البطاريه براحتنا. بس لا، واوي عامله الظهر قابل للازاله والبطاريه غير قابله للازاله. المهم عندنا فتحتين لشريحتين اتصال 4G، وفتحه الكارت ميموري بيدعم لحد 128 جيجا بايت. المعالج ميديا تك MT6637T مع معالج رسوميات مالي T720MP2، 2 جيجا رام و16 جيجا بايت ذاكره داخليه. اداء الجهاز معايا كان اقل من العادي شويه في التطبيقات العاديه، يعني على سبيل المثال دي محاولات المستميته مع الفيسبوك. بس عشان اكون منصف، في موبايلات بضعف ثمن الموبايل ده واغلى كمان بتواجه نفس التهنيج ده مع تطبيق الفيسبوك. لما بتدخل على بيدج معينه وتفضل تنزل لتحت كتير بتقابل التهنيج ده. ده ما يمنعش ان في لاج في السكرول على الشاشه، واجهني في معظم التطبيقات الثقيله نسبيا. على عكس المتوقع بقى، اداء الموبايل في الالعاب كان مميز جدا. الالعاب بما فيها الالعاب التقيله كانت ماشيه معايا بشكل سلس جدا اكتر من اللي توقعته. الجهاز شغال باندرويد مارشميلو 6.0 مع واجهه اموشن UI 4.0 الخاصه بشركه واوي، وبالتاكيد مش هيجيله تحديث لنوجا، بس ده برضه متوقع في الفئه السعريه دي. زي ما قلت في الاول، افضل حاجه موجوده في الموبايل ده هو زرار السمارت كي. ده ببساطه زرار موجود تقدر تخصصه وتعمل بيه اي حاجه انت عايزها. هتقدر تستخدمه 3 استخدامات، عن طريق ضغطه واحده هتعمل حاجه انت تختارها، او ضغطتين ورا بعض هتعمل حاجه برضه، او ضغطه طويله هتعمل حاجه ثالثه. الثلاث استخدامات دول للزرار ممكن بيهم تفتح تطبيق الكاميرا وياخد صوره في نفس الوقت، او تبدا تسجيل صوت، او تفتح فلاش الكاميرا الخلفيه، او تاخد سكرين شوت من الشاشه، او ممكن تفتح اي تطبيق انت تختاره. وممكن تستخدم السمارت كي والجهاز شغال او هو مقفول. انا على سبيل المثال عملت ضغطه واحده بياخد صوره، وزي ما انت شايف كده بمجرد ما بضغط على الزرار والموبايل مقفول فبيفتح الكاميرا وياخد صوره تلقائي في نفس الوقت، وعملت ضغطتين يفتح تطبيق الفيسبوك، وضغطه طويله ياخد سكرين شوت. الكاميرا الخلفيه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0. الكاميرا ادائها على قده، واكتر حاجه ما عجبتنيش فيها هو الفوكس. ممكن تروح تعمل كوبايه شاي وترجع على ما الكاميرا تعرف انت عايز تركز على انهي جزء بالظبط في الصوره. الفوكس اداؤه بطيء وغبي، ما بيفهمش انت عايز ايه حتى لو حطيت صباعك على الشاشه وقلت له. الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل مع فلاش LED أمامي، وادتني أداء معقول جدا في الفئة السعرية دي. يمكن أكتر حاجة عجبتني فيها إنها ادتني تفاصيل كتير في الصور، بس يمكن أكتر عيب كان واضح بالنسبة لي في الكاميرا دي هي إنها كانت بتديني لون أصفر أكتر من اللازم في الصور، ومش عارف ده سببه إيه. الشاشة 5 إنش بدقة HD وطبعا بدون أي طبقة حماية. الألوان كويسة والسطوع كويس والتفاصيل مش كتير، بس ببساطة الشاشة ادتني أداء عادي.
لا هقدر اقول عليه مميز ولا سيء، زيه زي معظم الموبايلات في الفئة السعرية دي. والسماعة الخارجية كان صوتها معقول وما واجهتش معاه مشاكل. البطارية 3000 ملي امبير ادائها كان جيد جدا، ادتني في حدود الست ساعات ونص سكرين اون تايم، وشحن معايا ال 100% في حدود ساعتين 45 دقيقة. الموبايل في مصر سعره في حدود ال 2000 جنيه او اغلى شوية. طيب الخلاصة في الموبايل ده انه نازل ينافس الشركات المشهورة زي سامسونج في الفئة السعرية دي، وفي الحالة دي الموبايل هيبيع كويس، لكن الناس اللي بتدور على امكانيات بس بغض النظر عن اسم الشركة هتلاقي حاجات احسن في نفس الفئة السعرية دي. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، الطريقة الوحيدة اللي ممكن تدعمنا بيها لو الفيديو ده عجبك هو انك تعمل لنا سبسكرايب. سلام.